وأبناءنا زوجات صالحات، وأصلح بين الراعي والرعية، وأصلح بين الأزواج والزوجات والجيران بعضهم ببعض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اجعل هذا الوطن آمنا مطمئنا، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان، وطرد عنه شياطين الإنس والجن، واجعله لحمة واحدة يا رب العالمين. إنك على ما تشاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.